اهلا وسهلا اعزائي طلاب وطالبات ابطال تاني اعدادي، معكم مستر وجدي نبيل على قناة دروس ببلاش. النهاردة ان شاء الله هنحل كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات، الكتاب الجميل او الكراسة الجميلة اللي اسمها A Week is Enough. النهاردة هنعمل Revision on Vocabulary، هنعمل مراجعة عامة على اهم المفردات اللغوية لكل وحدة From Unit 1 to Unit 6 وتدريبات ايه عليها. الكلام ده طبعا الفصل الدراسي الاول. طبعا شايفين الكراسة الجميلة دي، طبعا اللي هي نيو هالو انجليش، كراسة المعاصر المراجعة والاختبارات 2025. خلي بالك هنقرأ الكلمات بالتفصيل، خلي بالك الكلمة ممكن نقراها مرة او اتنين او تلاتة، يعني قراءة الكلمات مش هتكون قراءة عابرة لان بعض الكلمات هنقف عندها. طبعا الجزئية دي خاصة بالمفردات اللغوية، ويكون في فيديو لاحق ان شاء الله هيكون خاص بجزئية الجرامر على المنهج كله. نبدأ مع بعض. عندنا يونت 1 كان بعنوان coming home. coming home العودة إلى المنزل. طبعا عندي هنا important vocabulary، هقرا لك الكلمة مرة واحدة أو مرتين على حسب صعوبتها. طبعا الكلمات اللي باللغة العربية قدامك ما فيش مشكلة. عندنا بداية من page 10. صفا صفا، text interview interview، railway line armchair armchair، drawer curtains share. خلي بالك share غير chair، share يعني يتقاسم أو يشارك، غير chair يعني كرسي. partner cautions nationality typical day typical day attractive attractive terrible prison. خلي بالك prison غير person، prison يعني سجن، person يعني شخص. كلمة person P E R S O N basin. خلي بالك الكلمة دي نطقها basin، هنا S sound، basin مش basin. wardrobe wardrobe، routine restaurant، interests compare compare يقارن. block of flats block of flats، ده جزئية من البيج 10. نيجي بعد كده الحاجة المهمة جدا اللي هي important expressions and prepositions. عندي هنا text friends text friends، عندي do. خلي بالك لما تيجي تذاكر الحاجات دي تقول do activities do activities يعني يقوم بأنشطة، do sports يعني يمارس رياضة، يعني مش تقرا do لوحدها وبعدين activities و sports لوحدها، لا تقول do activities do sports زي make، الحاجات اللي بتيجي مع make، الحاجات اللي بتيجي مع do، الحاجات اللي بتيجي مع get وهكذا. he have a routine that's why بتساوي so. on his way to on his way to مش on his way مش on his road او street او path زي ما تيجي في التدريبات بعد شوية. نفس الكلام هنا on the right عكسها on the left، وممكن برضو on تيجي preposition on قبل كلمة holiday. بعد كده عندي ask for، عندي at the beginning at the end of، careful with careful with يعني حريص بشأن، لو فلان الفلان ده is careful with his money يعني حريص with his money or with money يعني حريص في صرفه ايه، انه بيصرف فلوس يعني. share with لما تيجي تقولي I share a room with my sister I share a room with my brother. belong to thank ممكن اقول لك thank you for your email thank you for، يجي بعدها يا اما gerund اللي هو الـ verb plus ing أو noun. get dressed get dressed الـ ed هنا تتنطق ت sound get dressed. hear from يسمع ايه، يسمع من. نيجي بعد كده لحل التدريبات الخاصة بـ unit 1. عندي هنا choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 عمر gets up early washes his face and gets space for school، يعني عمر بيصحى بدري ويغسل وشه وعايز اقول لك يلبس او يستعد. get reserved dressed slept walked، طبعا احنا لسه قايلينها
gets a dress يعني يلبس. Number two, there is a gray space in my bedroom. في حاجة لونها رمادي في أوضة النوم بتاعتي. I sit on it to read books. بقعد عليها أقرأ كتب. عندي wardrobe, دولاب ملابس, cupboard, دولاب, armchair, كرسي بمسند or mirror, مراية. طبعا هنا عندي إيه؟ armchair. Number three, نهى always puts her new dresses in the. نهى بتحط دايما بتحط الفساتين الجديدة بتاعتها in the basin, wardrobe, restaurant or desk. طبعا عندي هنا wardrobe اللي هو ايه؟ دولاب ملابس. Number four, my daily space is boring. I do the same things every day. Meal, routine, drink or match. يعني my daily طبعا عندنا كلمة my daily routine اللي هو روتيني اليومي ممل، بيبقى أفعل نفس الأشياء كل يوم. Number five, Ahmed is on his space home. He has just left the office. Street, road, way, path. طبعا لسه حبيبي قايلينها أو قلناها on his way. On his way في طريقي. On my way. On my way في طريقي. On his way في طريقه. Number six, on a or an space day, Hiba gets up, goes to school and helps her mother in the kitchen. Intelligent, unusual, dangerous, typical. طبعا احنا قلنا هنا كلمة typical day يوم نمطي او يوم نموذجي. طبعا هنا عندي intelligent ذكي، unusual غير معتاد، dangerous يعني خطر او خطير. Seven, bad people should be taken to beaches, prison, park, cinema. الناس السيئين الوحشين اللي ملناش دعوة بيهم يجب ان يتاخدوا فين بقى؟ نحطهم في السجن بقى. عندي هنا prison هي الحل ايه الصحيح. طبعا beaches شواطئ، parks حدائق عامة، cinema يعني السينما. Number eight, this space is comfortable. It takes for people. الحاجة دي مريحة، بتاخد يعني لغاية اربعة، ممكن اربعة افراد. Armchair, drawer, sofa, table. طبعا عندي كلمتين صوفا اللي هي كنبة. Number 9, space are important to keep the light out. الحاجة مهمة لتحجب الضوء، يعني wardrobes دواليب، carpet سجاد او سجيد، curtains ستاير، sofas اللي هي الكنبة. طبعا عندي هنا ايه الحل الصحيح؟ هنا ايه كلمة ايه؟ curtains. curtains يعني ايه؟ يعني ستاير. تيجي بعد كده عندي number 10, علي has an important space today for the new job. علي عنده حاجة مهمة النهاردة للوظيفة الجديدة. عندي view، طبعا view يعني وجهة نظر او منظر. عندي review يعني مقال نقدي. عندي interview اللي هي مقابلة رسمية وهي الحل الصحيح. عندي revision يعني مراجعة زي اللي بنعملها دلوقتي. دلوقتي يعني تقريبا 8 دقايق في unit 1، يعني ممكن ناخد اقل من ساعة لحل جميع الاسئلة الخاصة ايه بالمنهج، الجزء الخاص بالكلمات. عندنا unit 2 نبدأ important vocabulary. عندي call center worker. call center worker موظف مركز اتصالات. computer engineer. street food seller. street food seller. sign language G silent هنا. striped. striped خلي بالك من نطق الكلمة دي. striped. congratulations، وفي الغالب طبعا بتبقى موجودة فيها الاس على طول، ما فيش congratulations، لا بقول congratulations. واحد نجح بقول له مبروك، بقول له congratulations. عندي هنا كلمة repair. repair يعني يصلح حاجة معينة، او ممكن اقول fix، او كلمة mend نفس المعاني، synonyms يعني مرادفات. بعد كده عندي teenagers. teenagers اللي هي الاعمار المراهقين من 13 ل 19. from 13 to 19. بعد كده عندي كلمة word. خلي بالك الكلمة دي نطقها word. الword اللي هو العنبر في مستشفى. اما كلمة word، كلمة word يعني كلمة. الدبليو اي في الانجليش بتتنطق و، يعني اقول word زي كلمة walk، زي كلمة wall. اما كلمة الدبليو او بتتنطق و زي كلمة word، زي word زي كلمة work. بعد كده عندي cook. خلي بالك دي noun يعني طباخ. food stall. food stall. background دي كلمة واحدة. grateful. grateful. grateful في الغالب برضو بيجي بعدها preposition to، معترف بالجميل او شاكر له. communicate بيجي برضو مرتبطة بالpreposition with.
بعد كده airport, airport, aged, wedding. طبعا كلمة wedding غير كلمة wedding، أنا أخدها بعد شوية. wedding يعني حفل زفاف. calligraphy, calligraphy، الكلام ده page 11. طبعا العنوان ده عنوان الوحدة، نسيت أقول لك إن هي how are you feeling. بعد كده نيجي نكمل هذه الجزئية الخاصة بالفوكاب، الكلمات اليونت 2. police officer, police officer, shop worker, keyboard, fountain, fountain. افتكرها mountain. mountain يعني جبل، fountain يعني نافورة، تبدل الاف بالام. suitable, suitable. weeding، الكلمة اللي قلت لك عليها، weeding يعني إزالة الأعشاب الضارة من الأرض، وكلمة wedding اللي هو حفل الزفاف. suitcase, suitcase. empathy, empathy. خلي بالك ركز على التي اتش هنا والبي كمان. greetings, greetings. deaf اللي هو أصم لا يسمع يعني can't hear. نيجي بعد كده للحاجة المهمة جدا، important expressions and prepositions. make sure، خلي بالك مش do sure. get ready to، get ready to. think of، communicate with، قلناها من شوية. get married، get married. دول، خلي بالك دول يعني ينجز او يؤدي بشكل افضل، مش make well، خلي بالك عشان دي هتيجي في الاسئله بعد شويه يعني. feel pleased، feel pleased. for the first time، look forward to، look forward to بيجي بعد الجرند او الverb plus ing او noun. catch a plane، catch a plane يعني يلحق بالطائره، وعكسها miss a plane. get better. congratulate space on يعني مثلا ممكن يقول لك يهنئ شخص على. I congratulate you on your success، على نجاحك. it's a pity. as usual. prepare for. have an interview. خلي بالك الجزئية دي بقى، have an interview يعني لديه مقابلة رسمية، واحد رايح يعمل مقابلة شخص رسمية عشان وظيفة معينة، يبقى to have an interview. لكن to do an interview يقوم بمقابلة شخصية، يعني المدير بيقوم بمقابلة شخصية مع حد عشان يوظفه. show empathy، show empathy. it's normal to. smile at. نيجي بعد كده لحل التدريبات الخاصة بيونت 2. طبعا عندي choose the correct answer from A, B, C or D. number 1، منى space forward to being a doctor one day. منى عايز يقول لك تتطلع الى تكون دكتورة في يوم من الايام. makes, takes, looks, gives. طبعا هنا عندي looks. look forward to يتطلع الى. number 2، deaf people use space language to communicate with each other. الناس اللي هو الاصم الصم اللي هو they can't hear بيستخدموا حاجة اسمها sign language. sign language اللي هو لغة الايه، الاشارة، to communicate with each other. طبعا مش English، مش Latin، مش French. number 3، Mr. Ahmed space married in 2010، now he has two daughters. يعني مستر احمد عايز يقول لك تزوجها في سنة 2010، دلوقتي عنده two daughters، بنتين. talk، married، did married، had married، got married. طبعا هنا ايه، got married. number 4، people who are aged from 13 to 19 are called، اللي هو الناس اللي عندهم من 13 سنه، من 13 ل 19 بنقول عليهم المراهقين. babies لا، teenagers هي الحل الصحيح. عندي old people اللي هو الناس العواجيز الكبار في السن، children لا. number 5، when someone passes his exam we say space to him. لما حد ينجح في الامتحان كده زيك كده ونقول له ايه، نقول له اكيد مبروك. كلمة مبروك هنا طبعا مش sorry، مش how terrible، مش awful. طبعا اكيد كلمة congratulations يعني ايه، تهانينا، مبروك. number 6، when you speak English well you can space with other people in England. لما عندما تتحدث اللغة او تتكلم اللغة الانجليزية بشكل جيد، انت تستطيع ان تتواصل معه. you can communicate with other people in England. طبعا مش you can take or clean or a or give. طبعا الكلام ده page 12. ننتقل لpage 13، برضو في مجموعة من الاسئلة نكملها. عندي number 7، I space well at school so my father bought me a mobile. made, did, took or had.
يعني عايز يقول لك انا انجزت او اديت بشكل افضل او ابليت بلاء حسنا في الامتحانات في المدرسه، عشان كده بابا جاب لي موبايل عشان تبقى شاطر كده وامور كده وجدع. هنا طبعا بتبقى اي ديد ويل، زي ما قلنا في الكلمات من شويه، تو دو ويل، تو دو ويل يعني ينجز او يؤدي بشكل افضل. نمبر 8، ذا سكين اوف زيبرا از سبيس كيرلي شارب سترايبد اور وورد. طبعا عندنا هنا اهو، يبقى ذا سكين اللي هو الجلد يعني بتاع الحمار الوحشي، از طبعا هنا عندي ايه، از سترايبد، از ايه سترايبد يعني متألم. نمبر 9، يو شود سبيس اوف ثينجز ذات ميك يو فيل هابي. يجب عليك انك تكون ايه، تيك ثينك ميك سينك. طبعا سينك يعني حوض او يغرق، وبعد كده ميك لا طبعا عندي ثينك اوف ثينجز، تفكر في إيه؟ الاشياء. Number 10, the street food seller space food for people to eat, returns, repairs, prepares, communicates. يعني يقول لك البائع المتجول ده بيجهز الأطعمة للناس علشان إيه ياكلوها. طبعا عندي هنا إيه prepares، prepares يعني يجهز إيه أو يعدي الأطعمة. طبعا دلوقتي 16 دقيقة، نقدر نقول إن كل يونت دلوقتي 8 دقايق تقريبا كده، يعني إلا إذا في وحدات هتاخد اكتر من كده. عندي يونت 3 وكان بعنوان جريت جوبز، عندي الامبورتنت اكسبريشن امبورتنت فوكابولري، عندي سيرجن، سيرجن، سبورتس كوتش، فولنتير، بامب، هارت، خباك دي مش كلمه هيرت، هارت اللي هو القلب، برين، هيرويك ورك، هيرويك ورك، باترون، باترون، نيوكلير ساينتست، نيوكلير ساينتست اللي هو عالم نووي، ايرث كويك، جونيور. طبعا عندنا كلمه جونيور والسينيور، اللي هو الجونيور اللي هو الناشئ او الحديث حديث السن، عندك سينيور اللي هو شخص اللي هو اكثر سنا او خبره. كونتري سايد، كونتري سايد، كومبيتيشن، كومبيتيشن، ايمرجنسي، ايمرجنسي، ناتشرال ديزاستر، natural disaster كارثة طبيعية، proud، infect، infection، lungs رئتين، manager، stomach، خلي بالك هنا stomach، stomach، treatment، improve، jury. خلي بالك الكلمة دي نطقها jury، لما نطقناها مع تالت اعدادي برضو كانوا مستغربين شوية. ارجع لأي كلمة محتار في نطقها، اكتب على اليوتيوب how to pronounce الكلمة المعينة دي، هينطلع يطلع لك النطق السليم بتاعها. دي نطقها جوري. بعد كده charity اللي هي الجمعية ايه الخيرية. نيجي بعد كده important expressions and prepositions. عندي هنا proud، proud of ممكن يجي بعدها noun او verb plus ing، يعني ممكن لما تقول ايه I'm proud to be I'm proud of my father مثلا، يبقى دي proud of يجي بعدها noun. ممكن I'm proud of being Egyptian، أنا فخور إن أنا أكون مصري. I'm proud of being اللي هي B-E-I-N-G. ممكن I am proud to زائد infinitive، ممكن تقول I'm proud to be Egyptian، I'm proud to be Egyptian وهكذا. عندي do a project، خلي بالك do a project مش make a project. Pay for، pay for، take air in، write down يعني سجل او يدون ملاحظات، يعني scared of زي afraid of بس هي درجات خوف بس مش اكتر، look inside، throw space into يلقي حاجة او يرمي حاجة فيه، try to، be born in طبعا يولد في مكان، be اللي هي verb to be، وغالبا ممكن تقول born in ممكن في مكان او سنة معينة، I was born in وتقول السنة، ممكن تقول I was born in وتقول المكان. A long time ago، a volunteer for، cut space into، الكلام ده page 13. ننتقل إلى page 14 نكمل هذه الجزئية. عندي reason for، reason for يعني سبب أو سبب لا أو مبرر لا، في الغالب بيكون سبب معنوي. وبعد كده عندي هنا cause of يعني سبب لا، وفي الغالب برضو بيكون سبب مادي، بس يعني reason يبقى معها for وcause يجي بعدها إيه of. بعد كده play for يلعب لصالح فريق معين، فلان الفلاني بيلعب plays for فريق معين.
try his best. try his best يعني يبذل قصارى جهده. زي احنا كتيتشرز يعني we try our best to make you good persons مثلا. people with heart problems. people with heart problems الاشخاص الذين يعانون من امراض القلب. نيجي بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D ونحل العشر جمل دول. Number one, rubbish and polluted areas cause space and diseases for people. يعني القمامة والأماكن الملوثة بتسبب إيه؟ والأمراض للناس, protection حماية, infection يعني عدوى, عندي happiness سعادة, beauty يعني جمال. طبعا هنا عندي إيه؟ infection الإجابة الصحيحة. Number two, the space pumps blood around the body. إيه هو العضو في الجسم يضخ الدم حول الجسم؟ عندي liver, خلي بالك liver اللي هو الكبد, lung الرئة, عندي heart والإجابة الصحيحة اللي هو القلب, عندي brain اللي هو إيه؟ المخ. Number three, earthquakes and volcanoes are natural space. يعني الزلازل والبراكين الكوارث طبيعية. طبعا عندي disasters, rivers, lakes or floods. طبعا عندي هنا disasters الإجابة إيه؟ السليمة. Number four, saving children from a dangerous fire is a space work. يعني إنقاذ الأطفال من حريق خطير بيكون عمل أكيد عمل بطولي. bad, normal, heroic, poor. طبعا عندي هنا إيه؟ heroic work عمل بطولي. number five, the space controls the whole body and helps you to think. إيه العضو اللي في الجسم اللي بيتحكم في جميع أجزاء الجسم ويساعدك انك تفكر؟ عندي heart القلب, stomach المعدة, brain العقل او المخ, عندي ear اللي هو الايه الاذن, عندي هنا brain. number 6, a or an space is a person who helps poor people and charities. الشخص الذي يساعد الفقراء, الناس الفقراء والجمعيات الخيرية. عندي sports coach, engineer, volunteer or surgeon. طبعا عندنا هنا the volunteer اللي هو ايه المتطوع. number 7, space to do your homework by doing a research. يعني عايز اقول لك حاول انك تعمل الواجب بتاعك, انك تعمل ايه؟ تقوم ببحث, يعني اداء بحث. عندي cry, try, talk, look. طبعا عندي هنا try, try to do, try to يعني يحاول ايه؟ يحاول ان. بعد كده عندي الجزئية try to يعني يعني زي ما احنا قلنا يحاول جاهدا ان يعني. بعد كده number 8, the sports coach المدرب الرياضي was proud space his winner team. اكيد السبورتس كوتش المدرب الرياضي كان فخور باللي هو ايه يعني proud of his winner. خلي بالك proud of OF, لكن دي تتنطق اوف وان طبعا لا, وتو لا مش اجابة سليمة. بعد كده number 9, teachers try their space to make us good persons. يعني المدرسون او المعلمون بنبذل قصارى جهدنا زي ما هي مكتوبه فوق هنا اهو, ان احنا to make us انه يخلونا ايه اشخاص كويسين. less, mess, best, list. طبعا هنا ايه best هي الاجابه الصحيحه. بعد كده عندي هنا number 10, what is the space for your coming late. عايز اقول لك ايه هو ايه ما السبب اللي هو انك تيجي متاخر. عندي cause, reason, present, invention. طبعا احنا خدنا هنا طبعا invention, لا invention يعني اختراع. عندي present يعني هديه او حاضر. يعني عندي يا اما cause يا اما reason. طبعا لما تلاقي for يبقى reason for. اقول لك انا for, خلي بالك reason اولها r ماشيه مع ال r اللي هي اخر حرف for. يعني لما تلاقي for reason اول حرف اهي اخر حرف r هنا اهو يبقى reason for. cause بتبقى مع of, هنا اولها r هنا اخرها r. طبعا cause مش هي الاجابه ايه الصحيحه. كده 24 دقيقه كده يعتبر برضو كل واحده 8 دقائق. نيجي بعد كده عندنا unit 4. unit 4 كان بعنوان into the past. into the past يعني عوده الى الماضي, عوده الى الزمن الجميل. ناخد عندنا ال important vocabulary الكلمات المهمة. عندي هنا arch, الكلمة دي قوس او مدخل مقوس او قنطرة نطقها arch. arch, ruins, ruins اطلال او بقايا مبنى قديم. لاحظوا ان انا
بنطق لو كلمة صعبة بنطقها أكتر من مرة. بعد كده عندي castle، castle عندنا هنا تي سايلنت، stadium، stadium، mosque، mosque، statue، statue، temple، theater، awesome. كلمة awesome ممكن تبقى برضو wonderful، fantastic، or interesting، نفس المعنى، دول synonyms. بعد كده historic، historic يعني تاريخي. نكمل هذه الجزئية من الكلمات. عندي amazing، amazing، خلاص احنا amazing زي wonderful، زي fantastic، زي awesome. ingredients، ingredients، popular، properly، properly، properly بطريقة in a proper way يعني بطريقة مناسبة. figure، debate، damage، made of، understand، clay، clay اللي هو الطين أو الصلصال. mirror، necklace، necklace، customer، pollution، pollution، behave، behave، entrance، entrance يعني مدخل. تيجي بعد كده الـ important expressions and the prepositions. have a shower، خلي بالك have a shower يأخذ دش أو يستحمى. خلي بالك الأمريكاني يقول لك take a shower، البريتش بيبل أو إحنا كمصريين نقول have a shower. ف have a shower، take a shower مفيش مشكلة، بس لما تجيلك في الاختيارات زي الجملة رقم 6 في نفس الصفحة لو بصيت عندك make ولا have ولا do ولا sell، ما يجيبش take وقتها، لأن take مش هتبقى غلط، يبقى have a shower زي take a shower. بعد كده protect from، take off، take off يعني يخلع ملابسه أو حذائه. عندي good for عكسها bad for، bring money to يجلب المال إلى، look good، leave straight away، away كلمة away يعني كلمة واحدة خلي بالك يغادر على الفور. بعد كده good at عكسها bad at، plan for يخطط ليه، woke up، make pollution، on the web page، be used to، be اللي هي verb to be هنا سواء am أو is أو are، it dates to around يرجع تاريخه إلى، أو ممكن نقول it dates back to. نيجي بعد كده للأسئلة أو الخاصة، العشر جمل الخاصين بـ unit A، unit 4. choose the correct answer from A، B، C، or D. number one، A or N space can be used as an entrance to another place. عندي إيه الحاجة اللي ممكن تستخدم كمدخل إلى مكان آخر؟ temple، theater، arch، castle. طبعا هنا arch هي الإجابة إيه الصحيحة اللي هو القنطرة أو مدخل يعني. عندي my mother is a good cook، والدتي طهية جيدة، خلي بالك cook هنا noun. she gave me the space of the meal، kinds، ingredients، flavors، tastes. طبعا هنا أعطتني الإيه أنواع، أو هنا طبعا مكونات هي الإجابة الصحيحة، flavors النكهات، tastes المذاقات. لا طبعا. number three، I can't space this sum، can you repeat it please؟ انا ما اقدرش ايه، عايز ما اقدرش احل المساله دي او المساله الحسابيه دي، ممكن تكررها تاني؟ examine، understand، stand، or write. طبعا هنا can you ايه، can you، هو بيقول لك I can't understand، I can't understand يعني مش فاهم الجمله دي او مش فاهم المساله دي يعني. number 4، you can enjoy watching different plays at that، خلي بالك كلمه plays هنا يعني مسرحيات، تستطيع أن يعني تستمتع بمشاهدة المسرحيات المختلفة at the hospital، castle، theater، school. طبعا عندي هنا theater يعني مسرح. pots and the bowls were made of space، of the space from the river Nile by the ancient Egyptians. يعني يقول لك إيه، الأواني والأوعية كانت مصنوعة من الإيه، من الصلصال أو الطين. from the river Nile، من النهر النيل، by the ancient Egyptians، بواسطة القدماء المصريين. and the plastic، gold، wood، or clay، طبعا made of a of the clay. number 6، I usually space a shower every morning، الجزئية اللي اتكلمنا فيها دي، make، have، do، sell. طبعا هنا عندي have a shower، have a shower. number 7، we should space ourselves from pollution، يجب علينا ايه، عايز اقول لك نحمي انفسنا من التلوث. bring، protect، make، or walk. طبعا عندي هنا ايه، protect. يتبقى ثلاث جمل في unit 4 عشان ندخل للدقيقة 32، خلي بالك. number 8، smoke of cars makes more space،
population, happiness, smoking, pollution. يعني الدخان، دخان السيارات الناتج من السيارات بيسبب في ايه؟ population زي طبعا تعداد سكان، لا happiness سعادة، لا smoking الدخان نفسه، عندي pollution اللي هو ايه؟ اللي هو التلوث. بعد كده نيجي number 9 dropping rubbish اللي هو إلقاء القمامة، space the environment بتعمل ايه للبيئة، behaves كلمة behave يعني يسلك أو يتصرف، عندك damages يعني يحطم، عندي collects يعني يجمع، cleans يعني ينظف. طبعا الإجابة الصحيحة هنا عندنا damages يعني يحطم أو يتلف أو يبوظ الإيه the environment. عندي بعد كده number 10 you should space well when you visit historic places in other countries، يجب عليك إنك تعمل إيه بشكل جيد لما عندما تزور الأماكن التاريخية في البلاد الأخرى، behave well, enter well, imagine well, recommend well. طبعا عندي behave well يعني يسلك بشكل ايه؟ يسلك بشكل جيد. نيجي بعد كده ليونت 5، يونت 5 كان بعنوان helping you helping me. نقرا الكلمات، عندي important vocabulary rubbish rubbish random random يعني عشوائي، randomly لما تضيف ly هتبقى بطريقة عشوائية، stranger fantastic boarding school boarding school princess، كلمة princess اللي هي أميرة، أمير يعني prince، أنت بس ما إلا بتحذف الاس اس. عندي chair wheel chair، خلي بالك دي الاس اتش دايما تتنطق شا، chair ودي عندنا wheel chair. بعد كده attic خدناها خلي بالك في unit 1 دي، community مجتمع my community هتبقى unit 3 في سنة تالتة اعدادي إن شاء الله، passport behave to behave well يعني يسلك او يتصرف بشكل جيد، disabled 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 اللي هو العاجز او مقعد، purse purse kindness kindness دي عطف، دي خلي بالك دي noun لان كلمه kind يعني عطوف او لطيف او حنين يعني، donate feed beggar خلي بالك بي اي جي باج يعني يشحذ او يتسول، غير بيج يعني ايه اللي هو كبير. خلي بالك في حاجه اسمها شورت اي في الفاولز وشورت اي، الشورت اي البي اي جي تتنطق باج لكن بي اي جي تتنطق بيج، فدي بيج ودي باج. سيرفنت دونيشن ميسي، ميسي يعني فوضوي، خلي بالك غير ميسي بتاع الكوره، خلي بالك ليونيل ميسي، اولا ليونيل ميسي تتكابيتال، لازم تتكتب كابيتال ام وهنا ام اي دبل اس اي، لكن الكلمه دي هنا ام اي اس اس واي يعني دي فوضوي، دي صفه. بعد كده ادفيرتسمنت اللي هو اعلان، وبعد كده ابارتمنت اللي هي زي كلمه فلات وخدناها قبل كده. عندي ترينرز، ترينرز خلي بالك يعني حذاء رياضي، لما تبقى كده تبقى معنى حذاء رياضي، ممكن ترينر يعني مدرب، ممكن يبقى ترينرز يعني مدربون المدربين يعني، بس خلي بالك تعرف معناها من الجملة، to wear trainers يعني أنا بلبس حذاء رياضي، لكن ال trainers the trainers help players to مثلا to play well أو to perform well in the match مثلا، يبقى trainers تعملها على حسب حذاء رياضي أو مدربون. بعد كده عندي social media، social media وسائل التواصل الاجتماعي. بعد كده عندي lift، خلي بالك هنا lift lift كلمة ليفت يعني يرفع، وفي نفس الوقت خلي بالك غير ليفت، ليفت يعني غادرة ال اي اف تي، شورت اي وشورت اي اهي. كلمة اليفيتور برضو نفس الكلام، بس دي امريكان، بالامريكان بيقولوا عليها ايه اليفيتور، مصعد او ايه او اسانسير. نيجي للامبورتنت اكسبريشنز اند بريبوزيشنز في الجزئية الخاصة بيونت 5. تايد اب، تايد اب يعني يرتب غرفة، خلي بالك في عندي هنا تايد اب وعندي put away، خلي بالك put away مش put away، خلي بالك عندك التي هنا consonant حرف ساكن وبعد كده الكلمة الأولى لو تبدأ بفاول تعمل لينك بينهم connection بينهم كده اهو، بتقول الكلمة التانية وراها مباشرة، يعني تقول ايه tied up، تقول put away، أقول لك stand up، الكلمة اللي بعدها مثلا pick up مش pick up وstand up والكلام للأسف المرات الواحد يسمعه يعني، لا انطق صح، tied up put away pick up take turns
يتناوب ادوار تيك اوت، اهو نفس الكلمه. واحد يجي يقول لي يا مستر وجد، طب ما هي هنا الاي، هنا ماجيك اي، هنا اصلا مش هنا دي الاي دي مش بننطقها، تيك اوي مش تيك اوت. يعني هنا الصوت، انا باخد الصوت الاخير، الصوت الاخير، الصوت الاخير كونسونانت، والحرف الاولاني او الصوت الاول في الكلمه اللي بعدها فاول، يبقى تعمل كونكشن بينهم زي ما انا قلنا. يعني هنا دي تقول تيك اوت، تيك اوت مش تيك اوت، لا تيك اوت. كير اباوت نفس الفكره، هاف ا ريزن، هاف ا ريزن، جيف ان اوبينيون. بعد كده دو ذا كوكينج، بولايت تو، كومنتو. كلمه كومنتو ممكن تقول زي انتر، وعندك كم اوت بتساوي اكزيت، يبقى كم انتو زي انتر وكم اوت زي اكزيت. بعد كده جيت لوست، جيت لوست يعني يضل الطريق، يعني هتبقى في الجمله رقم 10، خلي بالك في التدريبات دلوقتي. ميك سجستشنز يعني يقدم اقتراحات، جو باك تو يعود الى او تو ريتيرن. ميك ا موديل فور، ميك ا موديل فور يعني يصمم نموذجا ل. نيجي للتدريبات الخاصه بيونت 5، choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, my mother will space up the kitchen after she finishes cooking. يعني ماما تعمل ايه للمطبخ بعد ما بتخلص اكل، يعني تجهيز اكل للطبخ. يعني put up, give up, tied up, make up. طبعا عندنا هنا tied up، احنا اتفقنا tied up يعني يرتب غرفة او ممكن يرتب مطبخ، خلي بالك. يعني بعد كده عندي number two، the teacher was very angry when the class was. المدرس كان غضبان جدا لما الفصل كان ايه، tidy, clean, messy, arranged. مرتب لا، هو مش هيكون غضبان لو مرتب او tidy or clean. طبعا هنا عندي messy يعني في حالة فوضى. Number three, we all remember our grandmother's space. She always helped us when we were young. يعني دايما نتذكر ايه اللي هو عطف وحنية تيتا، بقى دايما كانت بتساعدنا لما كنا صغيرين. address illness kindness princess. طبعا عندي هنا kindness، طبعا address يعني عنوان، illness يعني مرض، عندي princess يعني أميرة. number four، this film is space، you should watch it. طالما الفيلم ده ايه، you should watch it يعني انا بشجعك انك او يجب عليه انك تتفرج عليه، يبقى اكيد فيلم كويس. boring يعني ممل، لا طبعا اجابة خطأ. عندي terrible يعني فظيع، fantastic هي الإجابة السليمة، وباد يعني سيء. number five، good and kind people always space to charities to help the poor. يعني الناس الكويسة والحنينة والعطوفة دايما يساعدوا، عايز أقول لك يتبرعوا للجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء. هنا the poor خلي بالك، the لما نحطها قدام الصفة بتبقى تعطي صيغة الجمع، the poor الفقراء، the rich يعني الأغنياء، وهكذا. طبعا شير، دونيت، فيد، ستارت، عندي هنا ايه دونيت. بعد كده عندي هنا نمبر 6، people should care space their environment. care طبعا care about، في حاجه اسمها care about يهتم به، يعني يبقى to لا out around about، care about يعتني به او يهتم. x اللي منصه x يعني is one of the most popular space media websites local magnetic social or mixed. طبعا social media websites. بعد كده number 8، you can't travel to any country without a or a. يعني انت ما تقدرش تسافر لأي بلد بدون ايه، laptop. لا ممكن تسافر من غير laptop ما فيش مشكلة. you can't travel to any country without a passport. passport اللي هو جواز سفر. طبعا سوت كيس اللي هو شنطة سفر، عادي ممكن تاخد حي، ممكن تسافر انت باي حاجه بسيطه، مش لازم تاخد شنطه كبيره يعني، سكول باج لو شنطتي الحقيبه المدرسه. نمبر 9، children should space their toys away when they finish playing. give play do put. طبعا خدنا جزئيه برضو اللي هي their toy اللي هي مثلا عايز اقول لك اللي هي put away. كلمه put away يعني يضع الشيء في مكانه. طبعا الجملة رقم 9 ايه، يبقى children should put away their toys away their toys away when they finish playing. بعد كده number 10، when you space lost you should ask for directions. الكلمة دي نطقها directions American or directions British، يبقى directions صح، directions صح.
يبقى لما ايه عايز اقول لك لما come look get have عند هنا بيقول لك ايه when you get lost انت get lost يعني يتوه او يضل الطريق يبقى هنا when you get lost you should ask for directions when you get lost you ask for a directions طبعا تقريبا دلوقتي داخلين على الدقيقة 40 يبقى كل واحدة 5 minutes 5 8 دقايق يعني كده unit 6 ان شاء الله يعني هيبقى اقل من ساعة بكتير important vocabulary عندنا unit 6 كانت بعنوان different environments different environments يعني ايه بيئات مختلفة عندي important vocabulary عندي green green هنا صفة او حاجة بمعنى ملائمة للبيئة environment environment drought الكلمة دي نطقها drought drought يعني جفاف عكسها flood يعني فيضان comfortable comfortable line graph عندك انت line graph اللي هو خط رسم البياني وعندك bar chart اللي هو مخطط البياني خلي بالك فرق بين line graph line جاي من line خط يعني وبعد كده bar chart بعد كده serious يعني جاد او خطير زي dangerous spotlight يعني يسلط الضوء او ضوء مسلط خلي بالك ده ممكن تبقى noun او تبقى verb ممكن تبقى verb يعني مثلا دي برضو هتيجي في الجملة رقم 4 خلي بالك في التشوز يعني coral reefs coral reefs الشعب المرجانية respect respect locate locate بيبقى يقع جغرافيا يعني podcast podcast flood flood دي هنا عكس ايه drought pollution pollution relaxing mount melt melt protect damage climate change electricity monuments طبعا خلي بالك اوعى تكون ما اشتركتش في القناه لغايه دلوقتي يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل اي فيديو بعد كده يبقى توصلك عندي nature reserve nature reserve محميه طبيعيه focus وفوكس في الغالب برضو بيجي معاه preposition ايه on presentation presentation river bank river bank تيجي بعد كده هنا important expressions and the prepositions on the top of go with يعني يتماشى مع on a radio news program on a radio news program as a result make greener along the river along the river خلي بالك along one word lead to lead to كلمة lead lead to يؤدي إلى كلمة lead الماضي بتاعها led led to led aim to aim to be located in be اللي verb to be لما أقول لك مثلا أسوان is located in the south of Egypt دي الجملة هتبقى رقم 6 في الحل بعد شوية be connected to be اللي verb to be اتفقنا is or are على حسب يعني or I'm am important for respond to ask for clean up شفت بقى انا بقول لك clean up مش clean up clean up hope to famous or known for زي well known solve problem solve a problem يحل ايه مشكله نحل الاسئله او العشر جمل الخاصين ب unit 6 عندي number 1 some countries have no rain so there is a يعني بعض الدول ما فيهاش اي مطر عشان كده فيها ايه جفاف عندي flood drought pollution or volcano طبعا عندنا هنا ايه drought طالما ما فيش no rain يبقى drought number 2 good sons should spare their parents and teachers الاولاد الحلوين كده الابناء الكويسين يجب عليهم ان لازم يحترموا their parents and the teachers يبقى عندي predict hurt damage or respect طبعا عندي هنا ايه respect نيجي بعد كده 3 all people should work hard to save the environment from pollution كل الناس يجب عليهم ان يعملوا بجد لحماية البيئة من التلوث protect damage locate pollute طبعا عندي هنا protect يعني يحمي لان damage يعني يدمر locate يقع جغرافيا pollute يلوث بعد كده عندي number 4 clever teachers on space on slow learners in their classes المدرسين الشاطرين كده اللي عندهم ضمير يعني لازم يعملوا سبوت لايت على السلو ليرنرز اللي بيتعلموا تعليمهم بطيء في الفصل في اولاد كده يعني
المعلومه بيستقبلوها ببطء شويه، فلازم نعمل عليهم حاجه اسمها سبوت لايت او تركيز، يعني تو فوكس اون ذم، يعني لايت سبوت لايت ليت اور ليف. طبعا عندي هنا سبوت لايت اللي انا كنت قلت لك عليها من شويه. Number five, our geography teacher drew a bar space to make the lesson easy on the board. مدرس أو مدرسة الجغرافيا بتاعتنا رسم إيه؟ طبعاً أول ما تشوف bar يبقى مرتبطة كلمة bar chart اللي هو مخطط بياني، عشان يخلي الدرس أسهل يعني. Number six, Aswan is space in the south of Egypt, located, protected, lined, built. طبعا هنا عايزين نقول أسوان is located in، يعني تقع في، طبعا دي كمعلومة جغرافية يعني. بعد كده number 7 space the top of the mountains there is a lot of snow in from on into. طبعا خدناها من شوية اللي في نفس الصفحة اللي انت ماسك الكتاب. on the top of على قمة، on the top of يعني على قمة. بعد كده number 8 students made a space about climate change، يعني الطلبة قدموا ايه؟ طبعا يقول لك ايه، عملوا presentation اللي هو عرض تقديمي. bus mountain presentation class، طبعا عندي هنا ايه، made a presentation. عندي number 9 Luxor is space for its great temples، يعني الأقصر ايه، عايز اقول لك مشهورة بالمعابد الجميلة والعظيمة. unknown electric comfortable or famous، طبعا عندي كلمة famous من زمان أو ناخد famous for، دي famous for or well known for، مشهور به. بعد كده آخر جملة عندي حبايبي space is the opposite of protect، يعني دي إيه الكلمة اللي عكس protect؟ كلمة protect يعني يحمي، كلمة يعني يبقى يدمر عكسها produce damage solve or answer. طبعا هي damage يعني إيه؟ يعني يحطم. كده انتهينا من حل جميع التدريبات الخاصة بالفوكابولري في كتاب أو كراسة A Week Is Enough. في فيديو لاحق إن شاء الله هنحل كل الأجزاء الخاصة بالجرامر، وبعد كده هيكون في فيديوهات لاحقة هنحل فيها امتحانات مختلفة. ما تنسوش دعمكم القناة بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تحياتي مستر وجدي نبيل.